كان لي الشرف باش نكون رئيس اللجنه المنظمه للتدريب الدولي الذي اشرفت عليه الجامعه الاسبانيه لفنون الدفاع عن النفس تحت قيادة الخبير الاساتذه رئيس الجامعه الاسبانيه السيد بيدرو مايغو لوبيز، الاستاذ احمد الحربي، الاستاذ عبد الله، الاستاذه خديجه. شكر جزيل وشكر للاساتذه وكنشكر حتى الحضور الكريم لان التدريب خلى صدى طيب وكان اقبال ما شاء الله وتقنيا كان. السلام عليكم، انا احمد حربي من مدينه خريوقه ولكن اصلي دابا كنعيش في مدريد. كنمثل الجامعه ديال اسبانيا والجامعه الجهويه ديال مدريد في الدفاع عن النفس الشرطي. شفنا فلحتنا هذه الفرصه باش نخرجوا هذا النوع ديال السبور اللي عندنا حنا في مدريد باش ندخلوه للمغرب، لان انا تكلمت هذه مؤخرا، تكلمت مع اساتذه ديال هنا وشفتهم بان عندهم الرغبه، لان انا كنشوف بان عندنا حنا هاد الرياضه كنديروها تما في الاسبان، علاش ما نديروهاش في المغرب؟ التجربه اللي معايا انا معاهم كنت كندير كحكم دولي، كحكم دولي في المصارعه، حكم وطني في الشرطه، حكم دولي في السامبو، حكم دولي كذلك في جميع انواع ديال فنون الحرب اللي عندهم في الجامعه الملكيه الاسبانيه. لذلك لاحظت بان هنا خصنا ندخلوه هنايا لهاد المدينه، وملي شفت انايا الافتخار ديال الناس ديال هاد ديال المغرب فرحت، لان كنشوف بانهم عندهم واحد الاقبال قوي، وفكرت يعني في المستقبل هذا غادي نبقاو نديوه معنا للمغرب كامل ماشي غير هاد المدينه اللي هنا. حنا سبق لينا درناه في العريش وها هو جا المستقبل تا هو درناه حنايا في الرباط في العاصمه وفي الصخيره تا هما درنا هذه. Buenos días, hemos venido a Marruecos a extender la defensa personal policial, la defensa personal que damos en Madrid, España, y abrir aquí una asociación en conjunto con el Club de Jibari. Hoy hemos dado el primer curso internacional de defensa personal y creemos que ha gustado bastante y han cogido los conceptos. Próximamente vendremos a dar otro y ya extenderemos más lo que es este arte. En este curso hemos otorgado varios títulos y cinturones para que ellos puedan desarrollar el CATE, puedan examinar a cinturones bajos, y nosotros vendremos asiduamente una o dos veces al año para certificar los cinturones y poder realizar los exámenes. Ha sido una experiencia nueva. Yo lamentablemente no hablo marroquí, tengo que estar usando traductor, pero ha sido una experiencia para mí gratificante, igual que creo que para el resto de los demás de la misma manera. سبقا كنسبق انا الاطلس اللي وكبتنا فات تظاهره رياضيه هي عرس رياضي صراحه اللي كان. فاحنا كاساتذه اسبان الاسر المغربيه فكيكون حصلنا الشرف صراحه باش نجيو ونجيبوا هذه الرياضه هذه اللي هي رياضه الدفاع عن النفس الامني والنسوي. جبناها ودرنا هنايا في الرباط اللي درناه يومين يعني تقنيات كيف وكيفيات الدفاع عن النفس بطريقه سديده بطريقه تقنيه، لا فيما يخص الدفاع الامني ولا الدفاع النسوي. فالدفاع النسوي احنا كنديروه في مدريد، كيف كنعلموا المراه كيفاش تدافع على نفسها بحالة الاغتصاب بحالة السرقه بحالة. فصراحه اليوم والبارح كان عندنا كانوا ناس كثار اليوم جاوا استفدوا من هذا العرض هذا. فنطلبوا من الله ما غاديش يكون اول ستاج اللي غادي يكونوا ستاجات ان شاء الله في المقبل ان شاء الله، راه غادي يكونوا ستاجات وتكوينات دوره تكوينيه غادي. انا جيت سعيده بالحضور ديالي اللي كنمثل العضو النسوي من الجامعه الرياضيه المدريديه هنايا بالحضور ديالي في هذا التكوين اللي كيشرفوا عليه الاساتذه ديالي. حنا جيت سعداء باش نقدروا ندخلوا واحد الرياضه اللي كتفيد واحد الفئه، والاخص انا كنتكلم على الجانب النسوي كيفاش يقدر يدافع على نفسه بدون عنف. وحنا جيت سعداء على نجاح هذا التكوين لانه كان اقبال عليه وحضور كثيف
وكنشكروا على الترحاب اللي استقبلونا هاد الناس في المغرب مدينة الرباط، وان شاء الله ما يكونش اول ولا اخر تكوين. وما ننساش شكر قناة الاطلس على تغطية هذا الحدث، وكنشكروها دائما، هي مواكبة الجالية المغربية داخل وخارج الوطن. السلام عليكم، معكم بدر رشيد، حامل حصل حزب اسمه درجة تاليزا هذا التكواندو، وحاليا دابا جينا حنا في الدار البيضاء وجينا للرباط، حضرنا في واحد الحصة تدريبية في سيف دي فرنس، هي ان شاء الله مستقبلا غتكون الجامعة ديالها، دازو حصص مزيانين تبارك الله، استفدنا شي حركات مزيانين، وتنتمنوا ان شاء الله، وتنشكروا الاساتذة اللي حضروا من اسبانيا وسهروا على سيف دي فرنس، وتنشكر الاستاذ الحبار والاساتذه كاملين تبارك الله عليهم، وحصه دازت بنجاح كل شيء مزيان، ونتمنى ان شاء الله تعاود تكرر ان شاء الله.